الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد مع شرح الآية الكريمة من سورة الحديد من الآية 16 إلى 18. موضوع الآيات الكريمة الدعوة لخشوع القلب. اللهم ارزقنا خشوع القلب يا رب العالمين. فكما أن الأرض يحييها الله سبحانه وتعالى بالماء الذي ينزل من السماء، فكذلك القلوب يحييها الله تبارك وتعالى بالوحي الذي ينزل من السماء. يعني حينما ينزل المطر بإذن الله تبارك وتعالى من السماء ينزل لحياة الأرض، يحيي الأرض بعد موتها. كذلك القلوب هي بحاجة إلى الوحي الذي ينزل من السماء وهو القرآن الكريم. فاللهم أحيي قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين. شرح الآيات الكريمة، يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. المعنى: ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد، ولا يكونوا مثل الذين أعطوا التوراة من اليهود، أعطوا التوراة من اليهود، والذين أعطوا الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب، فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الفسوق. وكثير منهم فاسقون، يعني كثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته عز وجل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافها، قد بينا لكم أيها الناس الأدلة والبراهين على قدرة الله عز وجل ووحدانيته، رجاء أن تعقلوها فتعلموا أن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم، وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يعني إن المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات ببعض أموالهن الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون من ولا أذى يضاعف لهم ثواب أعمالهم، يضاعف لهم ثواب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم مع ذلك ثواب كريم عند الله تبارك وتعالى وهو الجنة. فاللهم وفقنا للإنفاق في سبيلك يا رب العالمين، واللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمين يا رب العالمين. يستفاد من الآيات الكريمة خطر الغفلة المؤدية لقسوة القلوب. خطر الغفلة، من يبعد عن القرآن يصاب بهذه الغفلة، من يبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بهذه الغفلة، وكذلك قسوة وموت القلب والعياذ بالله. فدائما كونوا قريبين من كتاب الله عز وجل، كونوا قريبين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الآيات الكريمة، يستفاد من الآيات الكريمة أن الله تبارك وتعالى قادر على البعث، قادر على البعث سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر سبحانه وتعالى على أن يعيد الإنسان كما خلقه أول مرة سبحانه جل وعلا للبعث والحساب. وكذلك يستفاد أن هذا القلب إذا مات أو غفل أو بعد عن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يحيي هذا القلب بكتابه وبوحيه عز وجل، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
فاللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس يا رب العالمين. طيب، التجويد في الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى آمنوا أن، هنا في مد، علامة مد على الواو، وفي بعدها همزة في الكلمة التالية. ما نوع هذا المد؟ إذن هذا مد جائز منفصل، يجوز مد 4 أو 5 حركات، 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية، ويجوز قصره إلى حركتين فقط من طريق طيبة النشر. آمنوا أن، طب بداية الكلمة فيها همز وبعده مد في نفس الكلمة، ده اسمه مد بدل، يعامل معاملة المد الطبيعي. آمنوا أن. طيب، أن تخشع، ما هذا الحكم؟ إخفاء حقيقي لمجيء التاء بعد النون الساكنة، والتاء من حروف الإخفاء الحقيقي المجموعة في أول كلمة البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. يبقى الحكم ده اسمه ايه؟ اخفاء حقيقي. ودائما في حكم الاخفاء الحقيقي نجد النون تأتي ليس عليها شيء، مثل هذه النون التي نراها الآن، ان تخشع هكذا. طيب، قلوبهم لذكري، ما هذا الحكم؟ هذا حكم من احكام الميم الساكنة. الميم الساكنة قلت سابقا لها 3 احكام. الحكم الاول ادغام مثلين صغير اذا جاء بعدها حرف ميم. الحكم الثاني حكم إخفاء إذا جاء بعدها حرف باء. الحكم الأخير أو الثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوي إذا جاء بعدها أي حرف من حروف الإجهاء عدا حرف الباء وحرف الميم. يبقى قلوبهم لذكري هكذا. طيب، والآن مع تكرار الآيات الكريمة، مع آداب التكرار الأربع، ضع إصبعك على الكلمة، اقرأ بصوت مسموع، انظر إلى الآيات، تفكر في الآيات الكريمة في حال التكرار بنية التدبر. والتدبر والتكرار مفتاح من مفاتيح التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا
وَنُرِيَنَّ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بإذن موضوع الآية الكريمة الدعوة لخشوع القلب، فكما أن الأرض يحييها الله سبحانه وتعالى بالماء الذي ينزل من السماء، فكذلك القلوب يحييها الله تبارك وتعالى بالوحي الذي ينزل من السماء. فاللهم أحي قلوبنا يا رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.